دائما دائما كنقولها باللي انا من خلال المسيره ديالي كامله اللي كنت نتفرج في كره القدم ومشاهدتي لمباريات كره القدم، عرفت واحد الحاجه باللي الشجاعه تفوز على الخبره وعلى التجربه وعلى المهاره وعلى كل شيء. الشجاعه الشجاعه، هذا ما حدد الاتحاد البيضاوي يتاهل الى الفينال الى نهائي كاس العرش. مبروك مبروك، مباراه مجنونه، مباراه للتاريخ، هدف في اخر دقيقه في المباراه، و الفار 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 ايضا اصبح عندنا الفار في المغرب يحكم يحكم. السلام عليكم الخوت، كتعاودوا هاني نشتي فرحانين كلشي زين لحفتكم، كنتمنى اللي كيشاهدنا يعجبو الفيديو هادي تابونا، وشكرا شكرا بزاف بزاف لكم. انتهت المباراة نصف النهائي يا حبيبي الذي يجمع الدفاع الحسن الجديدي والاتحاد البيضاوي بفوز سيبقى للتاريخ، اول تأهل للنهائي للاتحاد البيضاوي في تاريخه، وبهدف مجنون ضربة جزاء وبالفار وفي اخر دقائق ولم يحتسب والرجوع الى الفار واحتسب. ما هذه المتعة؟ ما هذه المتعة؟ نريد الفار رسميا في مباريات الدوري، نريد الفار، نريد أن نستمتع مثل أوروبا ومثل العالم يا أخي، نريد أن نستمتع. بكل صراحة مباراة مجنونة، مباراة شاهدنا فيها المتعة، شاهدنا فيها المهارات، تضييع الفرص، تألق الحراس، تألق مهاجمي الفريقين، شاهدنا فيها كل شيء. الزاكي قدم مباراة جميلة وحقق لحد الآن موسم يشكر وموسم يستحق ان نصفق عليه مع الدفاع الحسن الجديدي. هارد لاك ودا الزكي، هارد لاك الدفاع الحسن الجديدي، هارد لاك المشجعين، هارد لاك كل شيء. ولكن الاتحاد الشجاعه كما قلت لكم، انا من الناس الذين الخبره المتواضعه التي اصبحت عندي في كره القدم انني اصبحت اؤيد اللاعبين الذين عندهم الشجاعه افضل من اللاعبين الذين عندهم الخبره وكثره المراوغات والابداعات، لان الشجاعه ترى في ذلك اللاعب حلم تحقيق الانتصار، ذلك الحلم الذي نسعى له كلنا، كل شخص عنده حلم ويريد ان يصل له ويطابر ويطيح ويسقط وينهض ويطيح ويتعطر ويسقط. هذه هي العنوان الشجاعة الفريق مثل الاتحاد البيضاوي اليوم، رأيناهم لا يملون، لعبوا 90 دقيقة و 30 دقيقة 120 دقيقة ولا يتعبون، ورأيناهم في أواخر الدقائق ولا زالوا يراوغون ويركضون بسرعة سرعة خيالية، يعني عندهم هذا الحمل، يؤمنون بحلمهم ومتأكدين أنهم يستحقوا قادرون على تحقيق هذا الحلم وحققوه. يا أخي ما هذه المتعة، ما هذه الجمالية. أنا قلبي، أنا لست مشجع لأي فريق فيهم، ولكن قلبي وقف وقلبي فرح بهذه المباراة، لأنني رأيت فيها فريقا لعب كرة قدم جميلة بكل صراحة جديدة. اليوم لعبت كرة جميلة ولكن لعبت أمام فريق يحلم، عندما تقف امام شخص يحلم يحلم عيناه لا يرى، لا يراك انت الخصم، يرى الحلم، يرى الحلم والنور انه يريد ان يصل لذلك الحلم، يعني لا يمكنك ان ان ان, أن تهزمه ولا يمكنك ان توقفه لانه لا يراك، هو يرى فقط الحلم ويرى نهاية الطريق. هذا اليوم هو ملخص مسيرة الاتحاد البيضاوي، اليوم يرون فقط النهاية، لا لا يهمهم يلعبون من الدفاع الجديدي ومن فريق تاريخي وفريق عالمي معروف قديم من دائما من الفرق القوية في المغرب في البطولة المغربية، لم يهموا هذا الشيء. اللاعبين تاقوا في إمكانياتهم، تاقوا في قدراتهم، تاقوا في حلمهم، ورأينا حتى وإن الدفاع الحسن الجديدي طرد لهم لاعب بورقة حمراء بالرجوع إلى الفار، الفار اليوم كان له دور، لم هو في الفعل كل الحالات كانت ضد الدفاع الحسن الجديدي، ولكن الفار اليوم هو من حسم والفيصل، يعني هو من ساعد الحلم، حلم الاتحاد البيضاوي أن يتحقق. لحين لولا وجود الفار كانوا ربما سيلتجئون لضربة الجزاء، كان لن يطرد للجديد اللاعب، مجموعة من التغييرات كانت ستحصل، ربما كانوا سيصلون لضربة الجزاء ويخرجون على ضربة الجزاء، ولكن الفار اليوم هو عامل إيجاب في مساعدة حلم الاتحاد البيضاوي ليصله، والفار هو حق ويعطي الحق لحقه لأصحاب الحق. وفعلا هذا ما كان، ضربة جزاء معها سديدات أنا رأيتها أنها سجلت، لم أنظر إلى هجمة للدفاع الحسن الجديدي أنها واضحة وضوح الشمس، ضربت داخل المرمى وخرجت، لم أنتبه لي لهجمة الدفاع الحسن الجديدي لأني كنت عارف، أن متأكد، ليس فقط عارف، متأكد أن الحكم سيرجع ويحسب هدف، وهذا ما كان، هما الدفاع الحسن الجديدي يظنون أنهم سيرجع لهم لضربة جزاء، ولكن أنا كنت متأكد أنه هدف وهذا ما كان. وتأهلوا تأهلوا يا حبيبي، نهائي مجنون، وغدا الحسنية والمغرب التطواني أيضا.
كأس العرصد الآن ممتعة جدا. الفرق الكبيرة خرجت من البداية، وفرق لم تعرفها قصت أخرجت فرق كبيرة مثل الزمبردي، أقصى الرجاء اليوم، اتحاد البيضاوي، قصينا الدفاع الحسني الجديد، غدا الحسنية وتطوان، لا نعرف من سيتأهل. المتعة عنوان هذا كأس العرصد، المتعة والفار هذا الموسم. يا حبيبي يا حبيبي، والله استمتعنا. عكس أنا أشاهد المباراة، وأشاهد أيضا مباراة الرجاء، أشاهد هنا وهنا 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 وهنا. المبادرة ستحدث عنها لوحدها، ولكن ما الذي أعجبني أكثر؟ يا حبيبي أن المدرب وجماهير اتحاد البيضاوي عند إعلان عن ضربة جزاء يدعون، والحارس يدعو، ترى أنهم يريدون ليس فقط يلعبون من أجل أن يصلوا إلى النهائي أو ليلعبوا من أجل الإمتاع، لا، يريدون الفرحة لنفسهم قبل، يعني يريدون الوصول إلى ذلك النهائي. حلم ترى في كل لاعب اليوم اتحاد البيضاوي، كل لاعب منهم عنده نفس الحلم. كل لاعب فيهم يحلم أن يصل، هذا يحلم أن يصل، آمنوا بهذا الحلم ولم يصدقوا، تآلوا ولم يصدقوا. هارد لك دفاع الحسن الجديدي. ستشعر بكل صراحة، كل جماهير دفاع الحسن الجديدي واللاعبين سيعانون هذا اليوم بكل صراحة، لأنهم خرجوا بطريقة سيناريو لا يمكن لك أن تتخيل جميع السيناريوهات لهذه المباراة لا تتخيلها بهذه الطريقة. طريقة مجنونة، طريقة تجعل قلبك يقف. أتني آخر دقيقة انتهت المباراة، إذا سيذهبون إلى ركلة جزاء وتأتيك ضربة جزاء بهذه الطريقة وتسجل ولا تحتسب ويعودون إلى الفار. اليوم الاتحاد البيضاوي قتلوا الدفاع الحسني 3 مرات، قتلوهم بالحمراء وبضربة جزاء وعندما سجلت لم تحتسب، وبالرجوع للفار احتسبت، قتلهم 3 مرات. وبكل صراحة حتى الاتحاد البيضاوي كاين غفلة حقه، استحقوا يا حبيبي. يلعبون بروحهم، ليس يلعبون بمهاراتهم، أو يلعبون بالروح، الروح والشجاعة. أنا دائما أقول الروح والشجاعة كفيلة لوحدهما بأن يصلا بأي فريق للعالمية، إذا كانوا يتحلون بالروح والحلم والشجاعة. هذه العوامل الثلاثة تستطيع فريق من لا شيء يصل إلى أكبر شيء، وهذا ما حصل اليوم. ومبروك مبروك 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 مبروك. أنا اليوم كيبان لي مبروك 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 مبروك. لا يستحقون، مبروك عليهم، هارد لك الدفاع الحسني الجديدي. استمتعنا بهذه المباراة، حتى وكما قلت لكم أنني أشاهد قليلا الرجاء، وأعود هنا وأشاهد قليلا، لم أشاهد المباراة كلها، ولكن شاهدت اللحظات الإيجابية واللحظات الممتعة واستمتعت بكل صراحة. والله هذه المباراة لا يمكننا أن نتحدث لا عن أي تكتيك ولا خطط ولا أي شيء، هذه المباراة فقط للاحتفال ورؤية العجب العجاب في المغرب. أصبح عندنا في الدوري المغربي سيناريوهات مثل تشامبيونز ليج، عندما توتنهام فازت على أياكس، وعندما ليفربول عادت على برشلونة، نفس السيناريوهات. اليوم رأينا سيناريو متساوي مع تلك السيناريوهات، لأن الفار موجود، ولأن الشجاعة موجودة، ولأن المتعة موجودة، وكل شيء موجود. التكتيكات كل مدرب لعب من أجل التأهل، خطف هدف والتأهل، ولكن لم يحدث لأي فريق، حتى جاءت الصاعقة والمفاجأة في الأخير لتعلن أن الموهبة لا ليست ما ستتأهل، بل الشجاعة والحلم والإيمان بالحلم والعمل عليه بالروح وبالدم. خلاصة المباراة هذه هي كما قلت لكم، مبروك عليكم، السلام عليكم، في انتظار النصف الثاني لنعرف الأطراف النهائية الذي بكل صراحة سيكون نهائي خيالي هذا الموسم، خيالي، لأن هذا الفريق اليوم اتحاد البيضاوي ممتع وشبابي والروح يأكلون الملعب من أجل الفوز. وأيضا الثنائي الذي سيلعب غدا، من سيتأهل فيهم، ستكون مباراة شبابية ممتعة للتاريخ. أي فريق فاز بكأس العرش هذا الموسم سيدخل التاريخ، عنوان كأس العرش هذا الموسم سندخل التاريخ أيضا. أي فريق من هذا الثلاثي سيدخل التاريخ، سنرى من سيدخل التاريخ. اليوم اتحاد كتب السطر الأول في التاريخ، وغدا سيكتب السطر الثاني، ومن سيعلن اسمه في الكتاب لا نعرف. السلام عليكم، مبروك.